قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان رفع الصليب الكريم المحيي. وقد أغنى الحلقة عبر الهاتف كل من الأب فرح حجازين والأب بسام شحتيت، حيث تطرق الحوار لعدة محاور حول المفهوم المسيحي للصليب في العهدين القديم والجديد وحياتنا المعاصرة. فإلى هناك، تخبرنا أبونا عن هذا العيد وعن رمزيته وعن أهميته للمؤمنين والمسيحيين. إن شاء الله ما في شك على أنه الصليب والمصلوب هو مدرسة فضائل نستطيع أن نتعلم منها، مثلا أهم شيء فضيلة المحبة وفضيلة الغفران، لأن الصليب هو تعبير عن محبة يسوع اللامتناهية لكل واحد فينا، ليس من حب أعظم من حب أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. كذلك هو بعلمنا فضيلة الغفران، لأن المسيح من على خشبة الصليب أيضا غفر لأعدائه حتى يكون قدوة لنا. أبونا جورج الله يخليه أعطانا التاريخ زي ما أقول التاريخ المدني لربما عن وجود الصليب، ولكن أنا بدي أعطي تاريخ الصليب وصلب المسيح في الكتاب المقدس. راح يكون حديثي الصليب في العهد القديم، الصليب في العهد الجديد، الصليب في حياتنا المسيحية، الصليب رمز للمحبة. أولا الصليب في العهد القديم، الصليب المقدس هو محور ديانتنا المسيحية، إذ عليه ترتكز عملية الفداء، وبدونه لا فداء للبشرية. فمنذ العهد القديم والله يهيئ الناس لقبول هذا الحدث، أي موت يسوع على الصليب. في العهد القديم هناك الكثير من الأحداث التي شاءها الله لكي ترمز لهذا الحدث، والتي لا نستطيع فهمها إلا على نور الصليب. أولا يوسف الذي خانه وباعه إخوته لتجار مصر، يروج للسيد المسيح الذي باعه يهودا وخانه التلاميذ. ثانيا تقدمة إبراهيم لإسحاق ترمز لتقدمة الآب للسيد المسيح على الصليب. ثالثا الحية النحاسية التي أقامها موسى في الصحراء سيناء ترمز لصليب السيد المسيح، كما قال المسيح نفسه في الإنجيل: كما رفع موسى الحية في البرية كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لينال به الحياة الأبدية من يؤمن. كذلك يونان النبي في بطن الحوت مدة 3 أيام رمز للسيد المسيح الموضوع في القبر 3 أيام، والمسيح نفسه قال: كما أن يونان النبي بقي في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. وهناك أحداث أخرى في العهد القديم نذكر منها الحمل الفصحي في العهد القديم، دمه الذي كان يرش على مداخل البيوت وينجي أهلها من الهلاك رمزا لدم السيد المسيح حمل فصح العهد الجديد. ثانيا الصليب في العهد الجديد، تكلم المسيح بصراحة لتلاميذه أنه آت لكي يتألم ويصلب فداء عن البشر. قال يسوع خاطبا اليهود: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، إذا رفعت من هذه الأرض جذبت لي الجميع، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يجب أن يرفع ابن الإنسان، كما بقي يونان النبي في بطن الحوت هكذا يبقى ابن البشر في بطن الأرض. حبة الحنطة، شبه يسوع نفسه بحبة الحنطة التي لم تقع في الأرض وتمت بقيت وحدها، وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا. وأيضا قال يسوع لتلاميذه: إن لصاعدون إلى أورشليم وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتمة، يحكمون عليه بالموت ويسلمون إلى الوثنيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. كيف عم بتشوف يعني معنى الصليب؟ عم نحكي كنا عن معنى الصليب بنفوس شبابنا هالأيام، فأنت هيك من علاقاتك لأنك أنت كمان مرشد وراعي لعدة نشاطات شبابية في كنيستكم، كيف قاعد عم تنظر لهالشباب؟ هل تغيرت نظرتك لطريقة التعامل مع الشباب؟ لأنه عم نحكي أنه كيف بالزمنات كانوا كيف هلا تغيرت. أكيد النظرة من قديما من الثمانينات والتسعينات لليوم صار في تغيير كبير،
كان بالقديم الخوري هو اللي بيشرف على كل النشاطات، هو المرجع الأساسي وهو اللي بيعمل يعني تقريبا كل إشي. نعم. وهاي الفكرة من قديم احنا حاولنا انه نغيرها من خلال انه الشباب هم يستلموا المسؤوليات وهم اللي يكونوا القادة، فصار في تغيير كبير بهالاتجاه. اليوم صاروا نفس الشبيبة والكشافة والمسرح الكاثوليكي والأخوية، كل النشاطات وخصوصا الشباب هم نفسهم بيقودوا نفسهم يعني، والخوري هو صار مرافق. نعم. روحي لإلهم وموجه، فهاي بتصور انه من الاشياء المهمة جدا، ومش بكل المحلات يعني، ولكن شوي شوي الشباب صاروا يعطوا من ناحية كانوا ادارية واجتماعية ولوجستية، ولكن كمان من ناحية روحية بعطوا مواضيع. وانا من حوالي شهر اعطوا المسؤولين عندنا اعطوا موضوع، حتى حكيت لهم انتوا اعطيتوه احسن منا، فيعني هالتعمق الروحي هم في واذا وطريقه ادارتهم صار في تطور يعني، صار في عندنا قيادات شابه بتقود بشكل حلو، وصار في تطور بهاي الناحيه بكل الكنائس يعني بكل الاتجاهات، فنشكر الله يعني عليها. وبده شغل انه المسؤوليه علينا انه دائما تعدي قادة، لأنه في ناس قيادات بتخلص أو مسؤولين بيخلصوا، بدك تعدي مسؤولين إنه يستلموا محلهم.